أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك ساعات رخيصة مكتوب عليها أن فيها نسبة من الذهب مع أن ثمنها زهيد جدا، السؤال: هل يجوز استعمالها حيث لا يعقل فيها أن فيها نسبة من الذهب، بل هذا من تزيين المنتج؟ بل هذا من تزيين المنتج. إذا ثبت أن فيها ذهب فلا يجوز، أما إذا كان دعاية وليس صحيحا فلا بأس بذلك. نعم.